هلو يا لي زامي، كيما قلت لكم عنا الجود هابت نتاع تشالنج انه نحفظ نص كلمات جدا بالانجلي. نبداو باول كلمه، شدوا ورقه وستيلو وفازي. اول كلمه لافندر هيز. لافندر هيز خصني نجي تحكيت لكم على الطفله. شي ريلي ميكس مي هابي اند لاف. وانتم تقولوا لي يور ان لافندر هيز، معناتها يور ان لاف، انت قاعده تحب. فهذه هي كلمه جديده لافندر هيز. الكلمه الثانيه هي ليبرنث، هي المتاهه. نعطيكم جمله، اي ام لوست ان ذا ليبرنث of my mind. ضعت في متاهة عقلي. اكهو. وهذا وين تعلمناهم؟ من عند الاخت تيلور سويفت، مش الموسيقى كهو هبط تشطع فايبي هبط ريليت. نو نو نو، نستفيدوا منها ونتعلموا منها. واصلا هذوما لي زامريكان لافندر هيز ما يعرفوهاش، يحلوا ديكسيونار وقت اللي يسمعوا اغنية تيلور سويفت خاطر تستعمل كلمات برشا وفوكابيلير برشا قوي. حسنا معليش في الموضوع هذا، مش قاعدين نحكي على تيلور سويفت وكل شيء. Just to share with you this، وان شاء الله استفدتوا. See you و thank you. It's me. طب يا جماعة، تيلور سويفت نزلت الألبوم بتاعها جديد. هل أنا سويفتشيو؟ مش هكدب عليكم وأقول لكم آه، لأ I'm not. بس بسبب رامي سولي إنه became my friend، ده حصل المصيبة دي هي يعني. شكلي هبقى سويفتشيو. عايز أقول لكم بس أنا كنت بكره تيلور سويفت أيام جاستن وسيلينا، لأن هي ما كانتش بتحب جاستن، فكنت بالنسبة لي اللي هو ده أنتي حربوقة. however طبعا انتهت القصة دلوقتي وشفنا مين اللي حربوق فعلا. أدي الألبوم 10 من 10 وبوسة، ما فيهوش أغنية وحشة. أدي الماركتينج 1 من 10، ذكاء خارق مارق. أنا مش قادرة أستوعب بصراحة الجمدان بتاع الولاية جهيا، ولاية جامدة بصراحة يعني، عشان ما نعيبش فيها. اسمعوا وهاف فن بصراحة. ميد نايتس بقى نسمع.